تمر من شتى الأنواع ذات جودة عالية عرضت في صالون التمر، فكيف كان موسم هذا العام من حيث الجودة؟ جودة السنة ناقصة شوية من نظر العام السخانة تاع الحرارة تاع السنة. كاين أيامات في شهر عود جو حوالي أسبوع سخانة كبيرة مرتفعة ليلا ونهارا، وهذا الشيء مما أدى إلى رداءة نوعية أو ضعف النوعية، ولكن الشيء تشوف فيه هنا تعتبر ما عدا غطاء، هذه نوعية ممتازة جدا. نوعية المنتوج وغزارته يفرضان أسعار التمر، فماذا عن الأسعار هذا الموسم؟ كاين تاع 20، كاين تاع 30، كاين تاع 50، كاين تاع 80 كما تشوفها الآن، هذه في السوق الجمل تلقاها فوق 80، ولكن نوعية قليلة جدا. التمر لهنا كيما العرجون راه في 55 حتى 50 جملة. بالنسبة للشمروخ راه من ما بين 45 ل 50 جملة. بالنسبة للمستهلك هذه الأسعار ما تساعدوش، كمصدر الأسعار هذه الغالية ما ساعدتناش. وثمة سبب آخر يزيد سعر التمر غلاء، هو قلة العرض، لأن كل الفلاحين ولا التجار فيها عملية احتكار للبضاعة في غرف التبريد. في كل موسم يردد البائع والمستهلك حكاية الغلاء ومشكلة التسويق، وفي كل مرة يأمل الجميع في الموسم المقبل، فهل سيكون لهؤلاء حديث آخر الموسم المقبل؟